بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض أسئلة الكتاب المعاصر كيمستري الصف الثالث الثانوي شابتر 3 ليسون 1. ما ننساش دعمكم لينا للقناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد، وعلشان نلحق نحل كتاب المراجعة إن شاء الله. ما ننساش أنا سايب لكم لينك في الديسكريبشن لجروب على الفيس في كل حاجة خاصة بنزلها بالكيمستري والكيمياء، نشترك في الجروب وهيفيدنا كتير إن شاء الله. بسم الله نبدأ. نمبر 1 of comparatively slow reaction in the reaction of، هو عايز هنا الرياكشن البطيئة نسبيا. سيلفر نيتريت سوليوشن والصوديوم كلورايد، لا ده instant reaction، تفاعل لحظي. الفيجيتابل اويلز والكوستيك سودا تو فورم سوب اند جليسرول، ايوه التفاعل ده بياخد وقت شويه. نمبر 3 صوديوم سلفيت سوليوشن وبريوم كلورايد، صوديوم سلفيت مع البريوم كلورايد ده ايونيك، والرياكشن ده بيكون فاست ما ينفعش. نمبر دي بوتاسيوم هيدروكسيد سوليوشن وذ نيتريك اسيد، ده برضو عندنا هنا من الفاستست رياكشن، تمام، لانه ايونيك رياكشن فمش هتنفع. نمبر 2 the reaction of dihydrochloric acid with iron phalanges is complete reaction. هو بيقول لي هنا reaction of iron phalanges مع dilute hydrochloric acid اللي هو ال HCl. طبعا ده بيدينا FeCl2 وبيدينا الهيدروجين جاز evolves. تمام، وعشان تعمل balance بتحط هنا 2. طيب بيقول لي it occurs at high temperature، هو fast عشان بيحصل عند high temperature؟ لأ. It occurs under high pressure، هو بيحصل عند high pressure؟ لا. It the recombination of evolving hydrogen gas with iron 2 chloride is impossible، ان انت تعمل عندنا هنا combination مع ال HCl مع ال H2 وال FeCl2 ده عندنا هنا طبعا ايه مستحيل، يبقى رقم C هي اللي صح، هي اللي تنفع. رقم D بيقول لي the reactant and the product are in equilibrium state، لا طالما في هيدروجين جاز ما اقدرش اقول ان هما في اكوليبريم، يبقى الكلام ده غلط. نمبر 3 نمبر 3 عايزين رياكشن سيلفر نيتريت مع الصوديوم كلورايد، بيديني صوديوم نيتريت والسيلفر كلورايد. وبيقول لي which of the following graphical figure represent the relation between reactant concentration C and the time، هو عايز يعرف الريليشن بين reactant concentration والتايم. طبعا لو انا بصيت الرياكشن ده فيه سوليد يبقى الرياكشن ده كومبليت رياكشن، تمام، الرياكشن ده فيه سوليد يبقى الرياكشن ده كومبليت رياكشن. طالما هو كومبليت رياكشن يبقى معنى كده ان الرياكتانت خلصت، تمام، يبقى انا اختار رقم ايه، تمام، الرياكتانت وصلت لحد النهايه، تمام، يبقى انا اختار رقم ايه. نمبر 4 نمبر 4 بيقول لي هنا the following graphical figure represent the reaction of NO2 مع N2O4، تمام، هو عاطيني هنا الرياكتنت بتقل والبرودكت بتزيد، واللحظه دي التايم ده هو اللي حصل عنده اكوليبريم، هو ده اللي حصل عنده اكوليبريم. وعاطيني هنا برضو، تمام، حاجه بتقل وحاجه بتزيد وحصل عندنا ايه اكوليبريم. طالما الاثنين تساووا يبقى هنا في الجراف التاني ده بيقصد الريت، بيقصد عندنا مين الرياكشن ريت، تمام، وهنا بيقصد مين، هنا بيقصد الرياكتنت والبرودكت، الرياكتنت بتقل والبرودكت عندنا ايه بتزيد، الرياكتنت بتقل والبرودكت عندنا ايه بتزيد. طيب هو عايز اللي بيعبر عن الكلام ده، تعال نشوف كده. بيقول لي رقم ايه في 1 ايه 1 بيعبر عن الكونسنتريشن، بيقول لي هو 1 ده بيعبر عن الكونسنتريشن، بيعبر عن الكونسنتريشن ماشي. رقم 2 بيعبر عن ال NO2، لا بص بقى معايا ال NO2 هنا 2 مول، ال NO2 هنا 2 مول، تمام، ولكن دي يبقى لازم عندنا هنا تكون 2 مول، وهنا 2 مول وهنا ال NO2 بتزيد. طيب نمبر 3 بيقول لي نمبر 3 ده بيعبر عن الريت اوف ذا رياكشن، هو 3 بيعبر عن الريت اوف ذا رياكشن، تمام، بس ما اقدرش اقول هنا في ان 2 ده هو ال NO2 لان ده الرياكتنت والرياكتنت بتزيد، الرياكتنت ده البرودكت والبرودكت بتزيد فما تنفعش.
تمام، هي يعني المفروض البرودكت بتزيد وده رياكتنت. نمبر بي، نمبر بي بيقول لي 1 الكونسنتريشن، 1 بيعبر عن الكونسنتريشن ماشي. نمبر 2 N2O4، N2O4 لان هو البرودكت والبرودكت بتزيد ماشي. نمبر 3 الرياكشن ريت، نمبر 3 ده بيعبر عن ريت اوف ذا رياكشن صح. تمام، يبقى دول يبقى نمبر بي صح مش غلط. نمبر 5، نمبر 5 بيقول لي the reaction represented by the following equation took place in closed vessel، بيحصل في closed vessel. Which of the following state represents the reaction in it at equilibrium؟ عايز يعرف مين اللي بيعبر عن الريأكشن ده عند الإكوليبريم. بيقول لي في لحظة الإكوليبريم الـ amount of ammonia and nitrogen and hydrogen are equal. لا طبعا هما مش ايكوال، لان دي 1 مول ودي 3 مول ودي 2 مول، ما ينفعش. نمبر بي، الريت اوف فورميشن اوف امونيا جاز ايكوال الريت اوف ديسوشيشن اوف امونيا. هو الاتجاه ده اسمه فورميشن اوف امونيا والاتجاه ده اسمه ديسوشيشن اوف امونيا. لحظه الاكوليبريم الريت اوف فورميشن ايكوال الريت اوف ديسوشيشن، يبقى رقم بي صح. رقم سي، الريت اوف فورميشن اوف امونيا جاز higher than the rate of dissociation of ammonia gas. لا، لحظة الإكوليبريم the rate of formation equal the rate of dissociation، فما تنفعش. تمام، نمبر بي، نمبر دي، post formation and decomposition of ammonia gas stop. لا هو ما بيقفش، طالما الرياكشن فيه إكوليبريم يبقى الرياكشن رايح عند ليه جاي، يبقى الوحيدة اللي تنفع صح اللي هي رقم سي. نمبر 6، الهيدروجين جاز رياكت ويز ايودين فيبر اكوردنج تو ذا ريأكشن. بيقول ان الهيدروجين جاز بيتفاعل مع ايودين فيبر H2O2 بيدينا 2HI. وات داز ذس ريأكشن، وين داز ذس ريأكشن ريتش ايكوليبريم، وين امتى هو بيوصل للايكوليبريم. بيقول لي ذا ريت اوف كومباينيشن از جريتر ذان ريت اوف ديكومبوزيشن. لا، علشان توصل للايكوليبريم الريت اوف فورميشن ايكوال الريت اوف ديكومبوزيشن، يبقى رقم A ما تنفعش. نمبر بي، الريت اوف ديكومبوزيشن لارجر ذان ريت اوف كومباينيشن. لا، لازم الاثنين بيساووا بعض. الكونسنتريشن اوف اتش 2 واي 2 بيكام زيرو. لا، هو الاتش 2 والاي 2 مش بيكام زيرو، الاتش 2 والاي 2 بيكام زيرو لو ده كومبليت رياكشن، لكن ده ريفرسبل رياكشن. نمبر دي، الكونسنتريشن بتاع الاتش اي بيكام كونستانت. الكونسنتريشن بتاع الاتش اي بيكام كونستنت، لان عند الاكوليبريم الكونسنتريشن بتاع الريكتنت والبرودكت بتثبت. تمام، الكونسنتريشن بتاع الريكتنت والبرودكت بتثبت، فبقول ان هي بيكام كونستنت، هتصبح عندنا ايه ثابته. نمبر 7، ذا اوبوزيت جراف ريبريزنت ذا رياكشن. هو عاطيني الاوبوزيت جراف ريبريزنت رياكشن. اول حاجة عايزين نعرف اللي بيقل هو الرياكتنت واللي بيزيده هو البرودكت. اللي بيقل هو الرياكتنت واللي بيزيده هو البرودكت، والكتير اللي فوق ده هو اللي عنده مولز اكتر. يبقى السي ده، السي والبي دول برودكت، والمولز بتاع السي اكتر من المولز بتاع البي، والمولز بتاع الاي اقل منهم. تمام، اللي هو الرياكتنت اللي هي بتقل. فنمبر 7 اللي يعبر عن الكلام ده البي، نمبر 7 اللي يعبر عن الكلام ده البي. تمام، او ال2A بتقل والبي بتزيد والسي بتزيد، والبي اكبر من والسي في المولز 4 مول والبي 1 مول. تمام، والاي هنا كانت بادئه من هنا، الاي كانت 2 مول، هي فعلا اقل من السي اهو، يبقى دي 2 مول. تمام، ودي لما كانت بادئه هنا كانت بادئه 2 مول، السي 4 مول ودي 2 مول ودي 1 مول. تمام، يبقى هو ده الاختيار الصحيح اللي ينفع. نمبر 8، نمبر 8 اعطيني هنا رياكشن افترضوا 2a بلس b بيديني c. Which of the following represent the relation represent the rate of this reaction؟ عايز يعرف الريت بتاع الرياكشن. هو الريت بتاع الرياكشن بنجيبه ازاي؟ الريت بتاع الرياكشن القانون بتاعه نيجاتيف 1 على 2، تمام، دلتا اي ايكوال نيجاتيف 1 على 1 دلتا بي
equal positive 1 على 1 delta C. طيب لو بصيت في الاختيارات مش هلاقي ولا واحدة موجودة. تمام؟ طيب لكن لو انا خدت دي عملتها تايمز 2، لو انا خدت الايكويشن دي عملتها تايمز 2، ال 2 هتطير دي فتبقى نيجاتيف دلتا اي ايكوال نيجاتيف 2 دلتا بي ايكوال نيجاتيف بوزيتيف 2 دلتا سي. تمام؟ اهو لو بصيت كده الاختيار رقم دي ينفع، نيجاتيف دي نيجاتيف دلتا اي وبوزيتيف دلتا سي، هو الاختيار ده اللي ينفع. نمبر 9 the following equation represents the method of preparing nitric oxide in industry. انا هحضر النيتريك اوكسيد. if the rate of formation of water vapor، الرقم ده عايز الريت بتاع الكونسامبشن بتاع الامونيا، عايز الريت بتاع الكونسامبشن بتاع الامونيا. طيب هو عايز الريت بتاع الكونسامبشن بتاع الامونيا، حط لي نجمه عند الامونيا. تمام؟ واعطيني الريت بتاع الفورميشن بتاع الووتر فيبر، حط لي عليه نجمه، واعمل لي بينهم ريليشن بره بنفس البالانس 4 NH3 بتديني 6H2O. دي 4 مول تمام، ودي 6 مول. تمام؟ هو اعطاني الووتر فيبر ب 0.025، وحط لي هنا اكس. اكس دي هتديك مين؟ اكس دي هتديك الريت بتاع ال NH3. اكس دي هتديني الريت بتاع ال NH3، وبعد كده احط له النيجاتيف. طلع هنا الامونيا طلع 0.0166، كلها ستات، اللي هي almost equal 0.017 مول بير لتر لكل منت. بس هي علشان بالرقم ده حط لها نيجاتيف، انت حط لها ايه؟ نيجاتيف. تمام؟ فهتطلع الاختيار رقم بي. نمبر 10 بيقول هنا if the rate of formation of ammonia gas by Haber and Bosch method equal الرقم ده، عايز الريت بتاع consumption of nitrogen. اول حاجة اكتب الايكويشن بتاع هابر اند بوش، ان 2 بلس اتش 2 كان بيدينا ان اتش 3. تمام؟ وحط قدام الهيدروجين 3، حط قدام النيتروجين 2 علشان تعمل بالانس للايكويشن. بعد كده اعمل لي ريليشن بين اللي مديه واللي عايزه. هو عطيني الريت اوف فورميشن اوف امونيا، حط لي نجمة عند الامونيا، عطوني طبعا دي 2 مول. تمام؟ وعايز الريت بتاع الكونسامبشن بتاع النيتروجين، حط لي عليه نجمه، ودي 1 مول. تمام؟ طيب يبقى ال 1 مول هنا بتدي 2 مول. طيب بعد كده حط لي الفورميشن اوف امونيا، الامونيا 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، وحط لي هنا اكس، والاكس اللي هيطلع ده حط له النيجاتيف. يبقى اكس هنا هتبقى عباره عن 1 تايمز 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 ديفايدد 2. طلع اكس هنا ب 1.25 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، وعلشان هي كونسامبشن حط لها النيجاتيف، علشان هي كونسامبشن حط لها النيجاتيف. يبقى نمبر 10 اختار بي، دي اسهل طريقه ممكن تعمل بيها الكلام ده. نمبر 11 in the reaction of Zn plus 2HCl بيديني ZnCl2 plus H2 when the mass of zinc and the volume of acid constant. بيقول لي الماس بتاع الزنك constant ما بتتغيرش، والفوليوم بتاع الاسيد constant. the rate of the reaction of zinc 1 with 2 hydrochloric acid become highest what each of the following 1 and 2 represent. تمام؟ هو الماس والفوليوم كونستانت،
بس عايز الريت بتاع الرياكشن يزيد، عايز الريت بتاع الرياكشن يزيد. الريت بتاع الرياكشن هيزيد، تمام. انت هنا ثبتت الماس وثبتت الفوليوم، طب ايه اللي ممكن يزود لي الريت كمان؟ التمبريتشر. ممكن ايه اللي يزود لي الريت كمان؟ الكونسنتريشن بتاع الاسيد. يبقى انا لو زودت الكونسنتريشن وزودت التمبريتشر انا هزود الريت بتاع الرياكشن. يبقى انت عشان تزود الريت بتاع الرياكشن خد اكبر تمبريتشر وخد اكبر كونسنتريشن. طيب فين اكبر كونسنتريشن؟ ادي كونسنتريتد، يبقى ايه ما تنفعش، انا عندي 3 كونسنتريتد، تمام. فين اكبر بريشر؟ ده اكبر تمبريتشر، اكبر تمبريتشر هو 75، يبقى سي ما تنفعش. طيب اتبقى عندي هنا باودر وبيس. الباودر اسرع من البيس، يبقى انا اخد الباودر، اخد الهاي تمبريتشر، اخد الهاي كونسنتريشن، يبقى انا اختار رقم بي هي اللي تنفع. نمبر 12، نمبر 12 زرار 4 بيكر each contain 2 سنتيمتر ماجنيزيوم ستريب with 100 ملي اوف دايل هيدروكلوريك اسيد under condition recorded on each beaker which is a beaker would contain the reaction with high street. مين في دول اللي هيكون عنده الرياكشن هاي ستريت؟ تمام، لما يكون عندك الرياكشن هاي ستريت خد اكبر كونسنتريشن اكبر تمبريتشر، خد اكبر كونسنتريشن واكبر تمبريتشر. طيب اكبر كونسنتريشن ايه؟ ال1 ماشي، يبقى A و C ما ينفعوش. فين اكبر تمبريتشر؟ انا عندي هنا 20 وعندي هنا 50، لا يبقى اختار دي هي اللي تنفع. تمام، نمبر 12، نمبر 13 which of the following graph represent the relation between the activation energy and rate of the reaction. تمام، ال activation energy وال rate of the reaction. انا عايزك تكون عارف ان ال activation energy، عايزك تكون عارف ان ال activation energy وال rate inverse relation. ال activation energy وال rate بينهم inverse relation. كل ما بتزيد الاكتيفيشن انرجي كل ما الريت بتاع الرياكشن بيقل، لان هو هيحتاج هاي تمبريتشر اكبر. يبقى انا اختار رقم اي هو اللي بينهم انفيرس ريليشن. نمبر 14، what's the graphical figure which represents the relation between the rate of chemical reaction and surface area of the reactant exposed to the reaction. كل ما بزود السيرفس اريا واخدين ان الريت بتاع الرياكشن انكريز، كل ما بزود السيرفس اريا الريت بتاع الرياكشن عندنا انكريز. تمام، فدايركت ريليشن، فانا اختار ايه؟ وخلي بالك السيرفس اريا ما ينفعش تبدا من الزيرو، السيرفس اريا ما ينفعش تبدا من الزيرو، يعني ما ينفعش ابدا من هنا، يعني لو لقيت جراف زي ده بس بدا من هنا ما ينفعش. تمام، يبقى السيرفس اريا وعندنا هنا والريت اوف ذا ريكشن دايركت ريليشن وما ينفعش ابدا من الزيرو. نمبر 15، each of the following affect the rate of the reaction occurring the rate of the occurring reaction is opposite figure except. كل ده بيأثر على الريت ما عدا، بيقول لي increasing volume of acid، لا هو الفوليوم بتاع الاسيد مش هيأثر على الريت. تمام، يبقى except، يبقى انا اختار ايه؟ طيب decreasing concentration، ال concentration لو قل الريت يقل، يبقى دي بتأثر وعايز الغلط، دي صح أو عايز الغلط. raising the temperature، أيوه بيأثر. grinding الكالسيوم كربونيت بلوك، لو عملت لها grinding بيأثر، كل دول بيأثر ما عدا الفوليوم بتاع الأسيد. number 16، number 16 curve x in the opposite figure represent the volume of H2 gas. الفيجر اكس ده بيعبر عن الفوليوم بتاع ال H2 جاز produced from the reaction of 50 ملي of 1 مولر سلفوريك اسيد with excess of zinc granules. What the change would result in formation of curve y. اولا خلي بالك الكيرف واي هنا علشان يحصل معناها ان انت زودت الفوليوم بتاع البرودكت. الكيرف واي علشان يحصل معناها ان انت زودت الفوليوم بتاع البرودكت. تمام، يبقى انا هنا الكيرف واي ده انا زودت الفوليوم. تمام، زودت الفوليوم بتاع مين؟ بتاع البرودكت. طيب
فهو هنا بيقول لي نمبر ايه raising temperature by 10، هو انا لو زودت التمبريتشر تزود الريت لكن ما تزودش الفوليوم بتاع الريكتنت، فما تنفعش. replacing الزنك جرانيول والسيميلر ماس اوف زنك باودر، انا لو عملت انكريز، انا عملت باودر يبقى انا عملت انكريز للسيرفاس اريا، انكريز السيرفاس اريا تسرع الرياكشن لكن ما تزودش الفوليوم بتاع البرودكت. نمبر سي ريبليسنج الاسيد ويز 100 مللي اوف 1 مولر سوليوشن اوف انذر اسيد، تمام، بدل عندنا هنا الاسيد 100 مللي اوف 1 مولر سوليوشن اوف ذا اسيد، تمام، هو هنا زود الفوليوم بس خلى الكونسنتريشن واحد، خلى الكونسنتريشن ايه واحد، بس هي برضو مش شرط ان هي تزود، ممكن تقلل، تمام، لان هو بيقول لك انذر اسيد اسيد تاني، تمام، فما تنفعش. ريبليسنج الاسيد ويز 100 مللي اوف 0.75 مولر اوف انذر اسيد، هو هنا زود الفوليوم وراح مزود الكونسنتريشن، زود الفوليوم وزود الايه الكونسنتريشن، زود الفوليوم وزود الكونسنتريشن. طب ما هنا برضو زود الفوليوم والكونسنتريشن، بس انت لو جيت تجيب هنا الفرق هنا يبقى كبير. ليه بقى؟ هو انت هنا زودت الفوليوم للدبل وزودت الكونسنتريشن، لكن هنا انت زودت الكونسنتريشن حاجه بسيطه والفرق بينهم صغير، فيبقى رقم دي هي اللي تنفع. نمبر 17 on the reaction of calcium carbonate with dilute hydrochloric acid bubbles of CO2 gas evolves and by raising the reaction temperature the rate of evolution of bubble increase which of the following explain this observation. يبقى انا لما سخنت الريت بتاع البابلز زاد. طيب بيقول لي هنا هو عاطي هنا بيتكلم على الريت اوف كولوجن وعلى النمبر اوف افكتيف كولوجن، وانت طبعا لما تعمل انكريز للتمبريتشر يبقى الكولوجن هيحصل له انكريز، يبقى الريت اوف كولوجن انكريز، يبقى رقم ايه ماشي. النمبر اوف افكتيف كولوجن بتوين مولكيول انكريز، يبقى الافكتيف كولوجن انكريز والكولوجن نفسها عندنا ايه انكريز، يبقى رقم ايه صحيح. نمبر 18 تو بريزيرف سوليوشن اوف سبستانس اكس، علشان تحفظ solution of substance X this require using opaque glass ware which of the following represent both chemical formula of X and the reason of preserving in opaque glass ware. وانت علشان تحفظ حاجة في جسم معتم يبقى الحاجة ديتي sensitive للايت، الحاجة دي sensitive للايت، هو عامة السنسيتيف لللايت السيلفر، السنسيتيف لللايت اللي هو السيلفر، يبقى رقم سي ما تنفعش ورقم دي ما تنفعش. طب هنا بيقول لي في رقم اي جي بي ار as falling of light on the solution result in oxidizing silver، هو عامة اللايت لو نزل على الاي جي بي ار في الكترون هيروح من الاي جي من البي ار للاي جي، تمام، فالسيلفر هيحصل له ريدكشن مش هيحصل له اوكسيديشن، فرقم ايه غلط. رقم بي بيقول لي as falling of light on the solution result in reducing silver، ايوه في الكترون هيروح من النيتريت النيجاتيف هيروح للسيلفر فده هيعمل له ريدكشن، يبقى رقم بي هي اللي صح. نمبر 19 in the opposite graphical figure the curve A represent amount of oxygen produced، الفيجر A بيعبر عن الفوليوم بتاع الاكسجين اللي produced اللي ناتج، تمام، from the composition of 100 milli of 1 molar hydrogen peroxide in presence of MnO2 as catalyst what the change which led to formation of curve 2. تمام، انا عايز اعمل الكيرف 2، خلي بالك الكيرف 2 الفوليوم بتاع السي او 2 الفوليوم بتاع الاو 2 او الايفولفد او 2 زادت، الكيرف 2 الفوليوم بتاع الايفولفد او 2 زادت، تمام، اون ريبيتنج ذا اكسبيرمنت. طيب نمبر 19 بيقول لي ايه
adding amount of 0.1 molar hydrogen peroxide to the original solution. بقول انت هتحط amount of hydrogen peroxide to original solution. هو انا لو حطيت hydrogen peroxide هيزود الفوليوم بتاع البروديوسد جاز. تمام، يبقى رقم A تنفع. طيب decreasing the temperature، decreasing the temperature هو يقلل الريت لكن ما يزودش الفوليوم. increasing the mass of manganese dioxide، هو المنجنيز دايوكسيد ده كاتاليست، انا لو زودت الماس بتاعته مش هيأثر. تمام، نمبر دي using another catalyst than manganese dioxide. لا، ما ممكن الكاتاليست التاني يقلل، مش شرط ان هو يزود. يبقى هنا ان انا ازود الايه الهيدروجين بيروكسيد، فده هيزود الفوليوم بتاع البروديوسد جاز. نمبر 20 what the catalyst in the reaction represented by the opposite equation. الكاتاليست هو اللي دخل واللي طلع، اللي دخل واللي طلع زي ما هو هو ال NO. يبقى نمبر 20 اختار الكاتاليست اللي هو NO. نمبر 21 كربون مونوكسيد جاز رياكت ويز نيتريك جاز نيتريك اوكسيد جاز تو فورم كربون دايوكسيد جاز اند نيتروجين جاز اكوردنج تو ذا رياكشن. ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت ذا تايب اوف ذيس رياكشن and where it occur. عايز يعرف الطيب بتاع الرياكشن ده وبيحصل فين. بيقولي رقم A هو neutralization، لا neutralization بيتم بين الأسيد والبيز، ما ينفعش، والاتنين دول acidic oxide. نمبر B oxidation و reduction. تعال نشوف كده، هو الكربون لو جيت تحسبه هنا هيطلع ببوزيتيف 2، والكربون لو جيت تحسبه هنا هيطلع ببوزيتيف 4. الكربون حصل له oxidation. النيتروجين لو جيت تحسبه هنا هيطلع ببوزيتيف 2، والنيتروجين لو جيت تحسبه هنا هيطلع بزيرو، يبقى حصل له ريدكشن. تمام، يبقى ينفع اوكسيديشن وريدكشن، ماشي. طب تعالى نشوف الثانيه، ايت اوكيرز ان كاتاليتيك كونفرتر. هو بيحصل في الكاتاليتيك كونفرتر لان انا بحول الهارمفول جازس للس هارمفول جازس، يبقى رقم بي تنفع. طيب نمبر سي بيقول لي نيوتراليزيشن، احنا قلنا نيوتراليزيشن مش هتنفع. نمبر دي اوكسيديشن وريدكشن، اوكسيديشن وريدكشن ماشي، بيحصل في البريست فيرنس، احنا ما خدناش ان في رياكشن زي ده بيحصل في البريست فيرنس، فنمبر دي ما تنفعش. نمبر 22 which of the following acid when react with 4 gram of magnesium the rate of the reaction become highest at the beginning. بتكون highest at the beginning، بتكون عند هنا في البداية. طيب احنا نختار السترونج اسيد اول حاجة، يبقى انت هتشيل الغي من حساباتك الاسيتيك اسيد، يبقى انا عندي نيتريك اسيد وهيدروكلوريك اسيد وسلفوريك اسيد. هتجيب لي النمبر اوف مولز بتاع كل واحدة، هنا 2 تايمز 15 الكونسنتريشن في الفوليوم تايمز 10 باور نيجاتيف 3، وهنا هتبقى 1 تايمز 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، وهنا هتبقى 1 تايمز 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. يبقى اول حاجه انا هجيب المولز بتاع كل واحده. جبت المولز منين؟ انا عملت الكونسنتريشن تايمز الفوليوم بالليتر. طيب انا جبت النمبر اوف مولز بتاع كل واحده، دي طلعت ب 0.03 ودي 0.02 ودي 0.02. تمام، طيب مين الاكبر فيهم؟ الاكبر هنا النيتريك اسيد، بس انا هنا قدامي حسبه ثانيه، انا بحسب عدد الاتش بوزيتيف. تمام، احنا عندنا السلفوريك اسيد H2SO4 في 2 اتش بوزيتيف، يبقى معنى كده ان ال1 مول في 2 مول من الاتش بوزيتيف، بس انا عندي هنا 0.02 وتحط هنا اكس، فإكس هنا هتطلع 0.04 مول. يبقى أنا هنا أكبر واحد هو أكبر مول، اللي هو مين؟ اللي هو 0.04. يبقى أنا أختار رقم C. تمام، يبقى أنت بتدور على السترونج أسيد، بعدين بتدور على النمبر أوف مولز،
طب لو تساوي في النمبر اوف مولز، دور على النمبر اوف مولز بتاع الاتش بوزيتيف. كل ما هتزيد النمبر اوف مولز بتاع الاتش بوزيتيف، كل ما هيزيد عندنا مين؟ الريت بتاع الرياكشن. نمبر 23. نمبر 23، the opposite graphical figure represents the volume of evolved oxygen gas over time upon adding manganese dioxide to hydrogen peroxide. Which of the following is correct؟ هو الفوليوم بتاع الجاز عمال بيزيد لحد ما بدأ يثبت. طيب بيقول لي هنا المنجنيز دايوكسيد كونسيومد، هو المنجنيز دايوكسيد ده كاتاليست ما بيستهلكش، يبقى دي غلط. المنجنيز دايوكسيد سيرفاس اريا انكريز، لا هي ما زادتش ولا حاجه. الاو 2 جاز ايفوليوشن ريت انكريز ات ذا اند اوف ذا اكسبيرمنت، هو بيقول لي الايفوليوشن جاز عمال بيزيد في نهايه الاكسبيرمنت، لا ده هو عمال بيهدى. الهيدروجين بير اوكسيد كونسيومد، هو كده معنى كده ان الرياكشن خلص، يبقى الهيدروجين بير اوكسيد كونسيومد يعني الهيدروجين بير اوكسيد استهلك تماما. نمبر 24، ان ذا رياكشن، اعطيني هنا رياكشن ام جي بلس 2 اتش سي ال، بيدينا ام جي سي ال 2 بلس اتش 2. ذا ريت اوف ذا رياكشن انكريز اون ادينج مغنيسيوم تو ذا اسيد ديو تو، بيقول لي هنا الريت اوف ذا ريكشن انكريز لما بحط المغنيزيوم للاسيد ديو تو. نمبر 1، انكريزنج ذا ريكتنت كونسنتريشن، لا هو السوليد ملوش كونسنتريشن. الافكت اوف مغنيزيوم از ان اوكسيدايزنج ايجنت، هو المغنيزيوم هنا بيحصل له اوكسيديشن يبقى هو ريديوسنج ايجنت، فرقم بي ما تنفعش. انكريزنج سيرفاس اريا اوف مغنيزيوم اكسبوزد تو ذا ريكشن، لو انا زودت السيرفس اريا تمام ده هيزود الريت بتاع الرياكشن. تشينجينج ذا نيتشر اوف ذا ريكتنت، لا انا ما غيرتش النيتشر بتاع الريكتنت، يبقى رقم سي هي اللي صح. نمبر 25، وات ار ذا فاكتورز ليد تو ديكريز ذا ريت اوف ذا ريكشن ويتش از شون ان ذا اوبوزيت فيجر، هو عايز يعمل ديكريز للريت اوف ذا ريكشن، عايز يقلل الريت بتاع الرياكشن، يبقى هو هنا عايز يعمل ديكريز للريت بتاع الرياكشن. بيقول لي هنا الاسيد تمبريتشر اعمل لها ديكريز، ماشي لو قللت التمبريتشر اعمل ديكريز للريت. الاسيد كونسنتريشن اعمل لها ديكريز، ماشي. السيرفس اريا اعمل لها انكريز، لا ده لو السيرفس اريا عملت لها انكريز يبقى انا كده بزود الريت. طيب نمبر بي، الاسيد تمبريتشر اعمل لها ديكريز، ماشي. الاسيد كونسنتريشن اعمل لها ديكريز، ماشي. السيرفس اريا اعمل لها ديكريز، ايوه اعمل ديكريز للثلاثه، يبقى هي دي اللي تنفع. نمبر 26، نمبر 26، ذا اوبوزيت جراف ريبريزنت ذا فوليوم اوف كربون دايوكسيد جاز produced from two experiment، هو بيعبر لي هنا على الكربون دايوكسيد جاز produced from the two experiment. اول حاجه نلاحظها هنا ان الفوليوم واحد ما اتغيرش، الاثنين عندهم نفس الفوليوم. طب اما ليه الفرق؟ في اكسبيرمنت خلصت في تايم اقل معناها ان هي فاست، وفي اكسبيرمنت خلصت في تايم اكبر معناها ان هي سلو. طيب نبص هنا في الكلام، بيقول لي هنا opposite figure represent the volume of carbon dioxide gas produced from two experiment for the reaction of two equal masses of calcium carbonate with excess hydrochloric acid. One of them in the form of medium sized beast. واحد منهم حجم البيسز بتاعته medium. And the other in the form of a small sized beast. والتاني حجم الميديم بتاعته small. Which of the following choice represent choice is correct؟ عايز مين في اللي choice دول is correct؟ بيقول لي the curve x represent the reaction of medium sized تمام beast with acid، هو ال curve x بيمثل reaction of medium sized، ولا الكيرف واي ريبريزنت ذا ريكشن اوف سمول سايز، هو طبعا انا عندي ميديوم وعندي سمول، يبقى الميديوم المفروض هيكون ابطا لكن اكس هنا اسرع، فرقم اي ما تنفعش. نمبر
نمبر بي، الكيرف واي ريبريزنت ذا رياكشن اوف سمول سايزد بيس ويز ذا اسيد. الكيرف واي بيعبر عن السمول سايزد؟ لا، ده الكيرف واي ده بطيء، يبقى المفروض يعبر عن الميديوم. نمبر سي، السمول سايزد بيس ديس ابير افتر 200 سكند. هو الكيرف اكس ده بتاع السمول، ومعنى كده ان هو خلص عند 200. تمام، الكيرف اكس ده بتاع السمول ومعنى كده ان هو خلص عند 200، يبقى معنى كده ان السمول سايزد بيس ديس ابير افتر 200 سكند، يبقى رقم سي صحيح. رقم دي، الميديوم سايزد بيس ريمينز بريزنت ان ذا رياكشن افتر 300 سكند. بيقول لي هنا ان الميديوم سايزد فضلت موجوده بعد 300 سكند. هو لو قال لي ان هي خلصت عند 300 سكند ماشي، لكن هي اتبقت؟ لا ما اتبقتش، لان الرياكشن وقف، ما اتبقتش لان الرياكشن ايه، وقف. نمبر 27، اوبوزيت جرافيكال فيجر ذا كيرف اكس ريبريزنت فوليوم اوف ايفولفد هيدروجين جاز produced from the reaction of 1 gram x، ده بيعبر عن 1 gram of zinc بيس with x strong acid at 30. والكيرف واي ريبريزنت ذا ريكشن ات ذا سيم بيس. خلي بالك الكيرف واي الفوليوم بتاعه بتاع الجاز اقل، يبقى معنى كده ان هو اقل في الماس. تمام، اقل في الماس اللي مستخدمه. تمام، اقل في الماس اللي مستخدمه. وكمان الكيرف واي بدا يثبت عند تايم اقل، يبقى معنى كده هو الكيرف واي اسرع بس اقل في الفوليوم. اسرع يبقى معنى كده ان انا زودت التمبريتشر، اقل في الفوليوم يبقى انا معنى كده ان انا قللت الماس. طيب هي الماس الاولانيه كانت 1 جرام، يبقى لازم تقللها، يبقى 1 ما تنفعش و1 ما تنفعش، يبقى لازم استخدم هاف جرام او هاف جرام، يبقى يا اما سي يا اما دي. التمبريتشر بقى تزودها عشان تصارع الرياكشن. هنا التمبريتشر كانت 30 ودي 40، دي اكبر، يبقى دي ما تنفعش، يبقى انا اختار نمبر سي. نمبر 28، اوكسالك اسيد رياكت سلو ويز اسيدفايد بوتاسيوم برمنجانيت ات ذا بيجينينج اوف ذا رياكشن ويتش ريبريزنتد باي ذا ايكويشن. اعطيني ايكويشن بعبر عن اوكسالك اسيد. بقول هنا باي تايم ال ام ان بوزيتيف 2 ايون بروديوسد فروم ذا رياكشن اكت اس كاتاليست. بقول لي بعد مرور الوقت ال ام ان بوزيتيف 2 اللي طلعت من الرياكشن دي بتشتغل كاتاليست للرياكشن ده. Which of the following graphical represent the concentration of oxalic acid during the occurrence of the reaction؟ اللي بيعبر عن ال concentration بتاع oxalic acid during concentration of the reaction. هو ال oxalic acid ده reactant، يبقى معنى كده ان هو هيقل. تمام؟ يبقى رقم C ما تنفعش ورقم D ما تنفعش. هو معنى كده ان هو هيقل. هنا عمال بيقل، عمال بيقل مع مرور الوقت. وهنا كان ماشي مريح وهوب مره واحده نزل، فاختار رقم بي. هو كان ماشي مريح وهوب مره واحده نزل. طب هو نزل مره واحده ليه؟ علشان لما طلع الام ان بوزيتيف 2 اللي هو اكت اس كاتاليست، يبقى الرياكشن كان هادي، ولما طلع الام ان بوزيتيف 2 اللي شغال كاتاليست هو بدا اللي يسرع الرياكشن، فانا عشان كده اختار بي. نمبر 29، نمبر 29، امونيا جاز از بينج بريبيرد ان اندستري فروم ذا ريكشن اوف هيدروجين جاز اند نيتروجين جاز. هو بيقول لي طبعا الامونيا احنا بنجيبها ان 2 بلس اتش 2 بيدينا ان اتش 3، وعلشان اعمل لها بالانس بحط قدام النيتروجين 2 وبحط قدام الهيدروجين 3. Which of the following represent source of hydrogen؟ تمام؟ as well as suitable temperature and pressure. هو بيعبر عن عايز يعرف السورس بتاع الهيدروجين والتمبريتشر والبريشر. احنا قلنا البريشر بيكون 200، احنا قلنا البريشر بيكون 200، يبقى 100 ما تنفعش لان ايه فيها 100، و280 ام ما تنفعش، يبقى يا اما بي يا اما سي. temperature كانت 550،
تمبريتشر كانت 550، تمام. يبقى بي ممكن تنفع ودي ممكن تنفع، تمام. طيب السورس بتاع الهيدروجين هنا كاتب لي في بي الاير، وهنا كاتب لي الووتر جاز. الاير ما ينفعش ليه؟ ما هو البرسنتج بتاع الهيدروجين في الاير فيري سمول، فمش هينفع ان انا اخد هيدروجين من الاير. يبقى انا محتاج لي 50 طن هيدروجين عشان احصل منهم على كميه من الهيدروجين، تمام. يبقى رقم دي اللي تنفع، السورس اوف هيدروجين الووتر جاز، ما الووتر جاز عباره عن هيدروجين واكسجين، والتمبريتشر 480 تمشي، والاكسترنال بريشر 210 تمشي. نمبر 30 ان ذا ريأكشن ريبريزنتد باي ذا ايكويشن، اعطيني ريأكشن وبيعبر عنه بالايكويشن دي. زد ان بلس اي جي نو 3 اعطاني زد ان نو 3 باي 2 اي جي. What the change occur in the concentration of both Eg and NO3 over the time؟ ال Eg بيحصل لها ايه؟ اولا هو لو طلع زينك ال Eg دي ايون وبتتحول ل Eg metal، والزد ان هنا زيرو وبيتحول لزد ان ايون. فهو رقم ايه بيقول لي؟ ال concentration بتاع ال Eg positive 1 decrease، ايوه decrease. الكونسنتريشن بتاع ال NO3 نيجاتيف 2 doesn't change، هي ال NO3 هنا كانت ايون وهنا كانت ايون ما اتغيرتش، يبقى رقم ايه تنفع؟ يبقى نمبر 30 اختار ايه هي اللي صح. نمبر 31، نمبر 31 according to according to the opposite energy diagram which represent chemical reaction. What's the effect of adding catalyst on the value of activation energy EA؟ بقول لي الاكتيفيشن انرجي هنا EA، هو عامة الكاتاليست بيعمل ديكريز للاكتيفيشن انرجي، الكاتاليست بيعمل ديكريز للاكتيفيشن انرجي، يبقى سي ما تنفعش، تمام. and the reaction in solvi delta H. الدلتا H احنا واخدين قانون الدلتا H، هي الدلتا H عبارة عن ايه؟ H product الهيت كونتنت بتاع البرودكت ماينس الهيت كونتنت بتاع الريكتنت. دلتا H الهيت كونتنت بتاع البرودكت ماينس الهيت كونتنت بتاع الريكتنت، فالكاتاليست ما بيأثرش عليها، يبقى doesn't change. يبقى نختار نمبر 31، اختار بي هي الاجابة الصحيحة. لازم نكون عارفين ان الكاتاليست بيأثر على الاكتيفيشن انرجي لكن مش بيأثر على الدلتا اتش، عشان الدلتا اتش تتغير لازم الاتش بتاع البرودكت تتغير والاتش بتاع الرياكتنت تتغير. نمبر 32 بيقول هنا the opposite energy diagram show the effect of adding substance X on the progression of the reaction. بقول انا احط المادة X، تمام. What the change which occur when substance is X is added to the reaction. وانا لما حطيت ده without X ده with X، المادة X دي قللت الاكتيفيشن انرجي، يبقى معنى كده ان المادة X دي كاتاليست، قللت الاكتيفيشن انرجي يبقى معنى كده ان ال X دي كاتاليست. بقول هنا الدلتا اتش اوف ذا ريكشن ديكريز، لا هو الكاتاليست مش بيأثر على الدلتا اتش. الدلتا اتش اوف ذا ريكشن انكريز، لا هو الكاتاليست مش بيأثر على الدلتا اتش. الريكشن سبيد ديكريز، تمام، هي قللت من سرعه الريكشن، لا الريكشن سبيد انكريز، ايوه الريكشن سبيد انكريز لان الكاتاليست بيزود من سرعه الريكشن. نمبر 33 3 different experiments are performed by using balance as shown in the figure to measure the rate of the reaction of calcium carbonate with dilute hydrochloric acid. تمام؟ أول تجربة أنا استخدمت بودر و X is HCl. تاني تجربة استخدم بيس من الكالسيوم كربونيت و X is HCl. Third experiment استخدم بيس من الكالسيوم كربونيت و limited amount من ال HCl. The result of the three experiment, تمام, are represented by the opposite graphical figure.
which of the following choice is correct؟ مين بيعبر عن دول؟ أول هنا your first experiment أنا بودر و X is HCl. بودر و X is HCl يبقى دي أسرع experiment. يبقى دي اللي هتخلص في أقل وقت. دي اللي هتخلص في أقل وقت. تمام؟ هو مين اللي هيخلص في أقل وقت؟ تمام؟ الزد. تمام؟ يبقى الزد دي يبقى أول تجربة دي بتعبر عن الزد. تاني تجربة بيس وإكسز. تمام؟ بيس وإكسز. تمام؟ هتبدأ تثبت عندنا هنا في وقت إيه؟ أكبر شوية. تمام؟ يبقى دي واي. السيرد إكسبيرمنت بيس وليمتد أماونت أوف إكس. دي اللي هتاخد وقت كتير يبقى اللي هي إكس. يبقى أنا عرفت إن التجربة دي زد ودي واي ودي إكس. طيب. تعال نشوف كده الاختيارات. بولي اكس ريبريزنت الفيرست، لا الفيرست احنا قلنا زد. بولي واي ريبريزنت الفيرست، لا احنا قلنا الواي السكند. واي ريبريزنت السكند، ايوه واي ريبريزنت السكند. تمام. الكيرف زد ريبريزنت السيرد، الزد بيعبر عن السيرد، لا ده احنا قلنا الزد بيعبر عن الفيرست، يبقى هي سي اللي تنفع. نمبر 34 in the reaction represented by the equation. اعطيني الرياكشن ده. What's the factor which is the effect of changing the rate of the reaction؟ ايه الفاكتور اللي مؤثر اكتر وبيغير الريت بتاع الرياكشن ده؟ نمبر ايه؟ increasing size of calcium carbonate. لما بزود السايز بتاع الكالسيوم كربونيت الريت بيزيد؟ لا، وانت لو زودت السايز الريت بيقل. يبقى رقم ايه غلط؟ increasing concentration of hydrochloric acid الريت increase. ايوه انا لو زودت الكونسنتريشن بتاع الهيدروكلوريك اسيد الريت بيزيد. increasing pressure of carbon dioxide. تمام، الريت increase. هو الكربون دايوكسيد ده في البرودكت ملوش دعوه، هو ده مش ريفرسبل اصلا. raising the temperature، هو raising the temperature هيزود الريت مش يقلله، يبقى رقم دي غلط. نمبر 35 why copper 2 carbonate is added in excess to sulfuric acid. يعني معنى كده ان الكوبر كربونيت هو الاكسس. الكوبر كربونيت هو الايه؟ الاكسس. هو احنا عامه بنحط الماده الاكسس علشان نتاكد ان الماده اللي معاها تتفاعل كلها، تخلص كلها. فواني بولي الكوبر 2 كربونيت از ادد ان اكسس 2 سلفوريك اسيد ديورنج بريبريشن اوف كوبر 2 سلفيت. وانا بحطه في بحطه اكسس ليه بقى؟ بيقول لي هنا تو انشور كومبليت رياكشن اوف كوبر 2 كربونيت. لا، ما هي الاكسس ما تنفعش. تو انشور كومبليت رياكشن اوف سلفوريك اسيد، ايوه علشان اتاكد ان السلفوريك اسيد كله اتفاعل. ما انا بحطها بالزياده علشان اتاكد ان السلفوريك اسيد كله خلص. To increase the reaction rate علشان تزود الرياكشن ريت، لا. To increase the actual yield of copper 2 sulfate علشان تزود الاكشوال ييلد، ما كده كده انا حاططها اكسس، يبقى معنى كده كده ان هي هتتبقى فمش هتأثر. تمام، يبقى رقم سي رقم بي هي اللي صح. نمبر 36 بيقول لي هنا little amount of calcium carbonate powder is added to large amount of dilute hydrochloric acid in glass beaker then the mass of the beaker. تمام، is recorded over the time in the opposite figure. What the statement which represent section x in the curve. مين بيعبر عن حته x؟ الحته x دي معناها ان الرياكشن خلص وثبت. الحته x دي معناها ان الرياكشن عندنا كونستنت، عندنا وثبت خلاص. طيب، ف أول نقطة بيقول لي stopping of formation of reduced gas. ما هو الرياكشن خلص وحصل هنا stopping للبرودكشن اوف جاز. half amount of calcium carbonate consumed، لا هي هنا معناها ان هي استهلكت تماما. ما هو لو half كان لسه الرياكشن هيبقى ايه؟ شغال. rate of the reaction reached its maximum،
لا ده الريت خلاص وصل للمينيمم، هدي على الاخر. هاف اماونت اوف هيدروكلوريك اسيد كونسيومد، لا ده عندنا هنا هو بيقول لك انا حاطط لارج اماونت اوف هيدروكلوريك اسيد، فانا حاطط كميه كبيره فما ينفعش ان انا استخدمها فاكتور. Which of the following graphical figure represent a slow forward reaction؟ مين بيعبر عن دول slow forward reaction؟ احنا قلنا الـ activation energy عكس الريت بتاع الرياكشن. الـ activation energy عكس الريت بتاع الرياكشن. تمام؟ فكل ما تزيد الـ activation energy كل ما الرياكشن يكون slow. طب واحنا بنحسب الاكتيفيشن انرجي منين؟ من الرياكتنت لاعلى نقطه. هنا الرياكتنت واقف عند 25 ودي واقفه عند 125، يبقى الاكتيفيشن انرجي هنا 100. هنا دي واقفه عند 25 ودي واقفه عند 100، يبقى الاكتيفيشن انرجي 75. هنا دي الرياكتنت واقفه عند 75 ودي واقفة عند 125 يبقى 50. نمبر دي هنا الاكتيفيشن انرجي واقفة عند 50 تمام، ودي واقفة عند 125 يبقى الاكتيفيشن انرجي 25. فهو هنا بيقول هنا represent a slow forward reaction. Slow forward reaction. يبقى احنا قلنا ان الاكتيفيشن انرجي انفرسلي بروبوشنال مع الريت بتاع الرياكشن. يبقى كل ما تزيد الاكتيفيشن انرجي الريت يقل. تمام؟ اكبر اكتيفيشن انرجي هنا الايه؟ يبقى دي اقل سرعه. يبقى نختار رقم ايه؟ نمبر 38 بيقول لي two experiment are carried out to measure the rate of evolution of oxygen gas produced from the composition of hydrogen peroxide. The two solution different in the volume and the concentration are used in this experiment as shown in the table. هو عطاني مادة X تمام، واعطاني عندنا مادة واي مكونة من الاثنين. Which of the following figure represent the result of this experiment؟ طيب أول حاجة أنت هتجيب لي النمبر أوف مولز بتاع الأولانية. النمبر أوف مولز بتاع الأولانية هيبقى الكونسنتريشن في الفوليوم تايمز 10 باور نيجاتيف 3 عشان تحوله لتر. وهنا كونسنتريشن في الفوليوم تايمز 10 باور نيجاتيف 3 بلس الكونسنتريشن في الفوليوم تايمز الفوليوم اللي هو هنا 50 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طيب انا عملت ايه هنا؟ هو اعطاني الكونسنتريشن والفوليوم بتاع كل واحده. انا جبت النمبر اوف مولز بتاع الماده سبستانس اكس وجبت النمبر اوف مولز بتاع السبستانس واي. طلعت النمبر اوف مولز بتاع السبستانس اكس 0.2 وطلعت النمبر اوف مولز بتاع السبستانس واي 0.25. يبقى معنى كده ان الواي اكبر من الاكس. اول واحده الاكس اكبر من الواي تمام، فما تنفعش. تاني واحده الاكس اكبر من الواي، هو العكس. تالت واحدة الإكس قد الواي، ما تنفعش. رابع واحدة الواي أكبر من الإكس، ما هو طالما النمبر أوف مولز بتاع الواي جريتر زان النمبر أوف مولز بتاع الإكس يبقى الواي أكبر من الإكس، يبقى رقم دي هي اللي تنفع. نمبر 39 بولي أسيتيك أسيد رياكت وذ كالسيوم كربونيت سلو أند وين ذا تمبريتشر ريزد ذا رياكشن ريت إنكريز. What the scientific explanation for this observation؟ ايه scientific explanation مع الـ observation data؟ بيقول هنا lowering activation energy، ان هو اقل في الـ activation energy
لا، لو اقل في الاكتيفيشن انرجي هيبقى فاست، تمام؟ فرقم ايه ما تنفعش وبي ما تنفعش. بيقول ان هو لورنج في الاكتيفيشن انرجي، ماشي، يبقى يا اما سي يا اما دي، يا اما سي يا اما دي. طيب انكريز كولوجن ريت، تمام؟ اند بيقول لي وين ذا تمبريتشر از ريزد ذا رياكشن ريت انكريز. لما بزود التمبريتشر انا بزود الكولوجن، يبقى انا اختار صح، يبقى يا اما سي يا اما دي. decreasing the number of effective collision، لا، انت لما بتزود التمبريتشر انت بتعمل increase لل number of effective collision، تمام؟ يبقى تمام، بتعمل increase مش decrease، يبقى decrease دي غلط، يبقى رقم C هي اللي صح ودي هي اللي غلط، يبقى انا 39 اختار C. number 40، number 40 the following probabilities explain increase the rate of the chemical reaction upon raising the temperature، لما برفع التمبريتشر. بيقول لي هنا مين في دول الكوريكت، مين في الحاجات دي كوريكت. بيقول لي هو نمبر 1 raising the temperature cause molecule to move faster. ايوه، انا لما بعمل increase للتمبريتشر انا بزود السبيد بتاعتها، يبقى دي صح. Raising the temperature increase the rate of collision of molecule. أيوة، ما بيزود الكينيتيك انرجي فبتزود الكولوجن بتاع المولوكيول. Raising the temperature decrease the activation energy. لا، اللي بيأثر على activation energy الكاتاليست. يبقى معنى كده ان صح 1 و2، فرقم ايه؟ فيها 1 و2، فانا اختار رقم ايه. Number 41، number 41 chemical reaction take place in two steps as the follow. What is the ion which has catalyst in this reaction؟ عايز يعرف الايون اللي بيشتغل كاتاليست في الرياكشن ده. الايون اللي بيشتغل كاتاليست اللي هو دخل وطلع زي ما هو. لو بصيت هنا هتلاقي الايرن بوزيتيف 2 هو اللي دخل وهو اللي طلع، تمام؟ يبقى انا اختار الايرن بوزيتيف 2، هو اللي دخل وهو اللي طلع زي ما هو. Number 42. Curve X in the opposite graphical figure represent the volume of hydrogen gas. Curve X بيعبر عن الفوليوم بتاع الهيدروجين جاز. Evolving over the time when 0.0 مول 0.01 مول of zinc is added to 100 milli of 0.1 molar hydrochloric acid. What the curve which represent the volume of hydrogen gas evolving over the time when the previous is repeated using 0.01 مول of zinc. يعني هنا معنى كده ان الزنك ما اتغيرتش، تمام؟ granules، تمام؟ with 100 ملي of 0.2 مولار هيدروكلوريك اسيد. يبقى هو هنا غير هنا في الكونسنتريشن بتاع الاسيد، غير بتاع الكونسنتريشن بتاع الاسيد. والزنك هنا كان باودر، الزنك هنا كان باودر، هي المولز ما اتغيرتش بس هنا بقى جرانيولز، تمام؟ يعني بقى قلل السيرفس اريا، يعني بطئ الرياكشن شويه. طيب احنا نجيب النمبر اوف مولز بتاع الاسيد اللي احنا حاطينه. النمبر اوف مولز هنا هتعمل 0.1 تايمز 100 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. جبت النمبر اوف مولز هنا طلعت ب 0.1 مول، ده بتاع الاسيد. طيب الثانيه هتجيب النمبر اوف مولز هتطلع ب 0.2 مولز اللي هو حطها، تمام؟ والتمبريتشر هنا كانت 25، التمبريتشر هنا بقت 50. طيب يبقى معنى كده ان انا زودت المولز بتاع الاسيد، يبقى معنى كده ان الفوليوم هيزيد. الفوليوم ايه؟ هيزيد. طب مين هو اللي الفوليوم زاد بتاعه؟ مفيش غير ايه بس هو الفوليوم بتاعه زاد. مفيش غير ايه هو الفوليوم بتاعه هو اللي زاد. طيب يبقى انا زودت المول فالفوليوم زاد، تمام؟ وانت لو هتبص على ايه، تمام، هي خلاص هي دي الفاكتور دوتي، لان السي والدي، السي الفوليوم بتاعه نفس الفوليوم والبي الفوليوم بتاعه نفس الفوليوم، هو مفيش غير الاي هو اللي الفوليوم بتاعه زاد، فانا هختار ايه لان انا زودت النمبر اوف مولز. نمبر 43، نمبر 43 ان ذا رياكشن ريبريزنتد باي ذا ايكويشن. اعطيني رياكشن. What the change in the concentration of the ion take place over the time؟ عايز يعرف ال concentration بتاع الايون. انت لو بصيت هنا الكالسيوم كانت هنا على شكل ايون كالسيوم بوزيتيف 2،
وفي البرودكت هي فضلت على شكل ايونز كالسيوم بوزيتيف 2. ال HCl هنا ال HCl اللي كانت موجودة على شكل ايونز بوزيتيف 1 وطلع هنا برضو على شكل ايونز بوزيتيف 1. ال Cl هنا كانت بنيجاتيف 1 وطلع هنا على شكل نيجاتيف 1. طيب فهو هنا بيقول لي اوفر ذا تايم، عايز يعرف اللي بيحصل اوفر ذا تايم. بيقول لي هنا ال H بوزيتيف ديكريز، بيسألني على concentration بتاع ال H بوزيتيف هيحصل لها ديكريز ولا لا. وانت لو بصيت هنا كل 2 H بوزيتيف اتحولوا ل H2O، تمام، بس هي هنا برضو هنا H بوزيتيف، تمام. والكالسيوم انا عندي Ca بوزيتيف 2. انا كان عندي هنا الكالسيوم موجود في سبستانس، تمام، سوليد ما بتدوبش في الميه، لكن هنا الكالسيوم موجود في اكويس سوليوشن، يبقى الكالسيوم زاد، ماشي، يبقى احنا عرفنا كده الكالسيوم هيحصل له انكريز. اوكي، السي اللي نيجاتيف هنا والسي اللي نيجاتيف هنا ما اتغيرتش، ده اكويس سوليوشن وده اكويس سوليوشن، ماشي. الاتش بوزيتيف هنا هتقل ليه بقى؟ لان الاتش بوزيتيف هنا هتروح من الاسيد للووتر، والووتر ويك الكترولايت ان كومبليتلي ايونايزد، تمام، يبقى الاتش بوزيتيف ديكريز، يبقى رقم بي الاتش بوزيتيف ديكريز، ماشي. الكالسيوم سي اي بوزيتيف 2 انكريز، ماشي. السي اللي نيجاتيف دازنت تشينج، تمام، يبقى انا نمبر 43 اختار بي. نمبر 44 وات ار ذا تو سيوتابل ميثود فور ميجرينج ذا ريت اوف برودكشن اوف جاز produced from the reaction of solution X with solid substance Y. تمام؟ rate of production of gas produced from solution X مع solid substance Y. طيب هو هنا بيقول لي انا اعطيني X واعطيني Y، تمام؟ واعطيني هنا السرنجة بيقيس بيها الفوليوم. وهنا اعطيني حطيتهم على بالانس. طبعا عشان تقيس الفوليوم بتاع الجاز، هو هنا ده جاز طالع بس دي مفتوحه، يبقى رقم 1 ما تنفعش، تمام. نمبر 2 هو هنا بيقيس الماس بتاع الرياكتنت قبل وبعد التجربة، وسايب الجاز مفتوح يطلع، ما هو الماسة هتقل لما الجاز هيطلع، يبقى رقم 2 تنفع. رقم 3 هو هنا حاطط الرياكتنت وقفلهم كده، فالجاز مش هيطلع، فالماس مش هتتغير، فما تنفعش. نمبر 4 هو هنا بيقيس الفوليوم بتاع الجاز وقافل دي علشان الجاز يطلع في السرنجة، يبقى نمبر 4 تنفع، يبقى انا اختار 2 و4. كده خلص الدرس. ما ننساش دعمكم لينا للقناة عشان نسألكم كل ما هو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.